حديث عن الأسماء التي تأهلت من طرف الأبطال في سباق 1500 متر. حسب ما يبدو هنالك تأهل للمغربي ياسين بصير وحيدا، يعني 4 أسماء، 2 من كينيا واحد من جيبوتي والآخر من إثيوبيا. إذن تأهل البطل ياسين بن صغير فقط. Premier Mostafa Mohamed Echam, Égypte, 79 mètres 09, nouveau record des championnats pour l'Égyptien. En deuxième position, Chris Amse d'Afrique du Sud, 73 mètres 90, et en troisième position, Chris Barit du Maroc, 60 mètres 17, qui enlève ainsi la médaille de bronze. Quatrième, Abraham Aro, Éthiopie, 46 mètres 12, record national pour l'Éthiopie. Et cinquième, سنتيمترات، رقم قياسي جديد افريقي جديد للبطل المصري. طبعا البطل مصطفى محمد هشام الذي ازاح الجنوب افريقي هارمس كريس من المنافسات، وبالتالي هنالك حضور قوي لمصر في هذه المنافسات. اذا رقم قياسي جديد وميدالية نحاسية للمغرب عن طريق البطل المغربي لويس بليد. لا فينال دو سنتيمتر هيك. غنمشيو مباشرة للنهاية ديال 110 أمتار. تبقى من السباقات مشاهدينا الكرام، بعد إجراء سباق 110 أمتار اللي غنشاهدوا بعد لحظات، غادي يتبقاو أربعة ديال السباقات. إذا السباق انطلق في هذه اللحظات بدون مشاركة مغربية. هناك مالي، السنغال، نيجيريا ممثلة بثلاثة أسماء، جوج ديال الجزائريين. حنا كنتابعوا هنا المحاولة ويبدو أنه ضاع اللقب على بعض الأعداء الجزائريين. نيجيريين سعيدين جدا بما حققوا في هذه المنافسة صراحة. تايرون أكينز على الصورة يتمكن من الدخول في المركز الأول محققا حضورا جيدا. نيجيريا ميدالية ذهبية أخرى. نيجيريا حاضرة بقوة في أم الألعاب. نشوف الجزائري اللي في الممر رقم 7 ليس مقدل، اللي كان بإمكانه صراحة أنه يكون محتل إحدى الميداليات. وشاهدوا كيفاش انه في لحظه من اللحظات يعني وقف هنا. نا 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 لا لا كان قريب من احدى الميداليات صراحه، كان قريب من احدى الميداليات. ونيجيريين هادو نيجيريين يعني كينز فروم نيجيريا تو وين ذيس فاينل اوف 110 متر هيردل مان. 13 إذا تايرون أكينز في المركز الأول 13 ثانية 57 جزء من المئة، وسنتعرف على صاحب المركز الثاني والثالث. تايرون أكينز في المركز الأول 13 ثانية 57 جزء من المئة، كان قريب أيضا من أحسن توقيت قياسي لمسافة 110 أمتار حواجز رجال. ودائما نعيش مع مسابقة الوتبة الثلاثي ذكور، وهي مسابقة نهائية. مسابقة نهائية ما زال